أسعار الذهب في أرض الواقع تختلف عن أسعاره في شاشات التداول والبورصة لوجود بعض التعريفات المالية المصنعية والتي يراها البعض أمرا غير محبب كونها ترفع من سعر الذهب عند الشراء. فلنتابع وإياكم هذا التقرير. البعض يتردد من شراء الذهب لاختلاف بلد المنشأ ويتساءل في حيرة أيهما أفضل، سبائك الذهب السويسرية أم الإماراتية أم التركية، كونها الأكثر تواجدا وطلبا عند البيع. هو كله يبقى ذهب، ماكو فرق، لكن في ناس يدورون من الجرام إلى 100 جرام إلى 100 جرام و 50 جرام أو 10 جرام، هذا ما في إماراتي، كله سويسري. عندك الإماراتي يبتدي من ربع كيلو صاعد، دائما الإماراتي تكون عمولتها بسيطة أقل من السويسري، السويسري عمولتها أكثر، بس لما ترجع تبيعها بالسوق تلاقي ماكو فرق وكلها ذهب نفس الشيء سواء هذا أو هذا. السبائك الإماراتية تأتي بأوزان مختلفة تبدأ من 10 تولة وغير مغلفة، بينما السبائك السويسرية تبدأ من جرام وتكون مغلفة. السويسري الإماراتي هو واحد زين، بس أنا إذا بشبه لك إياها وحق المشاهدين عشان يفهمون بصورة أوضح زين، مثال بسيط زين، عندك الألماس أفريقي يأخذونه وين يودونه؟ بلجيكا، يقصونه بلجيكا، شو يصير؟ بلجيكي. هذه الفكرة، ولا ما في شيء اسمه إماراتي سويسري، كله ذهب وكله يشتغل فيه وكله عيارة يعني عالي بدأ ما يدخل وزارة التجارة وينختم وينفحص. هذه الفكرة. الذهب السويسري والإماراتي والتركي كلها ذات مصنعية حسب كمية الذهب المشترى، إلا أن المصنعية على الذهب الإماراتي للربع كيلو فما فوق تكون منخفضة نسبيا عن بقية الأنواع. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.